معنا الآن عبر خدمة سكايب من القاهرة الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة في كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية والمستقبل. أهلا بك دكتور إسلام. يعني الاتجاه الآن في أكثر من دولة هو اللي حظر التجول، الدول التي لم تحظر التجول رسميا هي توصي بذلك، ويبدو أنها متجهة في نفس المسار. ما مدى نجاعة هذا الأسلوب في وقف انتشار الفيروس؟ وده حاليا الأسلوب الوحيد اللي قدام الدول لكسر سلسلة تنقل الفيروس من شخص لشخص. احنا يعني للأسف ما عندناش غير خيارين ما لهمش تالت، لان احنا نوقف الانتشار بتاع الفيروس من شخص لشخص، يا اما وجود مصل وده لسه قدامه من 12 ل 18 شهر، يا اما ان احنا نبتدي نعمل اجراءات صارمة ان اي شخص مصاب بالفيروس يتم علاجه بواسطة علاج الأعراض أو بالأدوية اللي بتستخدم حاليا خارج البروتوكولات المحددة ليها، لغاية ما يتقطع الاتصال ما بين كل شخص والتاني في انتقال الفيروس. وده مش هيجي إلا بحظر تجول أو منع التجمعات لفترة، يعني متهيألي الأسبوع اللي احنا فيه ده برضه مش كافي. احنا بنشهد أسبوع فيصلي حاليا، الأسبوع اللي احنا فيه ده يا إما هنشهد إن الفيروس وصل للذروة في أوروبا ويبتدي ينحصر، يا اما يبتدي يكمل في ازدياد. فاحنا يعني قاعدين كلنا مستنيين الاسبوع ده ان شاء الله يخلص على خير، ونشوف هل الاعداد هتبتدي تقل ولا لا. لو ما قلتش لسه هنحتاج نعمل اجراءات اكتر من كده، ومش عارفين جاهزيه العالم كمستوى صحي وعدد اسره فرعيه مركزه هيبقى جاهز لاستقبال طيب، هذا العدد ولكن دكتور إذا انتهى هذا الأسبوع إذن القادم على خير وانتهت الذروة وبدأنا نشهد بعض التراجع، هناك من يخشى أنه يكون تراجع مصطنع لا يجب يعني الاطمئنان لأي تراجع سيحدث، لأنه إجراءات حظر التجول هذه بمجرد رفعها سيعود الفيروس لينتشر من جديد، أليس كذلك؟ ولربما أكثر شراسة. ده صحيح، يعني هيرجع، مش لازم يعني اشد ضراوه او شراسه، بس هيرجع. احنا دايما اول ما يبتدي الفيروس في الانحصار محتاجين نحط له السيف بيريد او فتره امان. يعني زي في الصين لما الناس كانت مبسوطه ان في يومين ما فيش اصابات، قلنا لا لازم نستنى اسبوع، لو الاسبوع كمل من غير اصابات ده معناه ان احنا تخلصنا من الفيروس، لكن مش يومين. نفس الكلام لو الفيروس ابتدى ينحصر الاسبوع ده، على نهايه الاسبوع الاصابات في اوروبا بالذات ابتدت تقل، محتاجين ناخد الفترة الآمنة. الفترة الآمنة دي ممكن تبقى أسبوعين، ممكن تبقى ثلاثة، بنفس الإجراءات عشان نضمن إن إحنا مش هنفك الحصار أو السلسلة ما فكتش بتاعت انتشار الفيروس وترجع تاني للانتشار من أول وجديد. طيب علميا يعني من البداية نسمع أن هذا فيروس جديد، والمشكلة أن العلماء أنفسهم لا يعلمون عنه الكثير. هل تجاوزنا هذه المرحلة؟ هل بتنا نعرف بعض ملامح سلوكيات وتصرفات هذا الفيروس تحديدا بحيث يمكن أن نتنبأ بما سيحدث في الأسابيع المقبلة؟ يعني للأسف أقل القليل، يعني إحنا معلوماتنا العلمية عن الفيروس، احنا فكينا الشفره الجينيه بتاعته، ابتدينا نتعرف على الغشاء البروتيني، نقدر نكون له مصل ازاي. فده الجزء اللي احنا خلينا نقدر نكون مصل ليه في خلال 12 18 شهر. معلومات اكتر عنه مثلا موسمي ام لا، ما فيش اي معلومات، غالبا هو مش موسمي. معلومات على دواء ناجع للقضاء عليه تماما برضه اللي غير متوفره، احنا عاملين لسه بنجرب في ادويه اما قديمه او اختراع ادويه جديده، وده برضه هياخد في حدود 18 شهر. فمعلوماتنا العلميه للاسف طب مش هل كافيه. نعلم مثلا اذا كان يمكن ان يصاب به الشخص مرتين، هل هذا استبعد الان ام لا يزال احتمالا واردا؟ احتمال وارد واحتمالاته كبيره، لان في اشخاص كثيرين بعد ما تعافوا تماما من الفيروس التحليل بتاعهم كان ايجابي ضد كوفيد 19، فبالتالي احنا حاليا حتى مش عارفين هل ده بسبب تحور في الفيروس وده شكل جديد ليه، ولا هو نفس الفيروس ممكن يصيب الشخص مرتين. فده معناه ان احنا حتى لو انتهينا الموسم ده من الفيروس، الموسم اللي جاي الناس اللي خدوا نفس الفيروس مش ما عندهمش مناعه ضده، ممكن يصابوا بيه تاني في الموسم اللي جاي. طب هذا معناه ان اي لقاح يتم التوصل اليه في سنه الى سنه ونصف كما تفضلت دكتور لن يكون بالضروره فعالا، لانه في هذه الفتره يكون الفيروس قد تحور، هل هذا هو معنى الكلام؟ ده بالظبط زي اللي احنا بنعمله مع مصل الانفلونزا. حضراتكم لو عارفين مصل الانفلونزا كل سنه بيتغير على حسب الانواع الجديده اللي بتطلع منه. لو تم اثبات ان الفيروس بيتحور من فصل لفصل، ده معناه ان احنا خلاص بقى عندنا
التركيبه جناير المصل، وده اهم حاجه في تغيير المصل كل سيزون او كل موسم. ده سهل زي ما بنعمل في الانفلونزا، كل سنه بيطلع مصل جديد للانفلونزا مختلف تماما عن المصل بتاع السنه اللي قبليه. لو ضمننا ان احنا الشفره الجينيه ثابته، تحويرها بسيط من فصل لفصل، المصل هيبقى بالعكس ناجع جدا، ليه فعاليه. كل الحكايه ان احنا من كل فصل للفصل اللي بعديه هنحتاج ان احنا نغير قليلا في المصل بحيث ان هو يبقى ناجع للموسم اللي بعديه كمان. طيب ما الذي يعني كيف ينتقل الفيروس دكتور؟ يعني سمعنا مرارا وتكرارا اهميه غسيل اليدين كيعني شيء ذو اهميه قصوى في منع الاصابه بالفيروس في المقام الاول، ولكن هل ينتقل الفيروس ايضا عبر الهواء؟ وهل يعيش في الهواء؟ يعني هل يمكن ان يدخل المرء غرفه خاليه ويكون هناك الفيروس موجود في هواء هذه الغرفه من شخص سابق فيلتقطه الشخص تلقائيا؟ سؤال كويس جدا. الفترة اللي فاتت سمعنا كتير عن فكرة ان هو ما بقاش بينتقل بالرذاذ، بينتقل بالهواء. هو لسه بينتقل بالرذاذ، هي يعني الفكرة كلها ان الرذاذ نفسه ممكن يبقى عالق في الجو لفترة معينة قبل ما ينزل على الأرض. عادة في الظروف العادية ده هيحصل في لحظات من الثواني، فمفيش أي ضرر، مفيش أي خوف من ان هو يبقى اير بورن أو ان هو ينتقل بالهواء. الكلام ده بيحصل لو كانت كثافة الهواء تقيلة. الاماكن اللي فيها كثافه الهواء تقيله اماكن محدده جدا، وخصوصا جوه المستشفيات في اماكن معينه جوه المستشفيات. لذلك ده كان سبب الاشاعه اللي طلعت ان منظمه الصحه العالميه حذرت ان جوه المستشفيات في الاماكن اللي فيها الايروسول او كثافه الهواء فيها عاليه محتاجين ياخدوا الاحتياطات كان هذا الفيروس ينتقل بالهواء وليس بالرذاذ. بالنسبه لينا احنا مواطنين عاديين هو بينتقل بالرذاذ، ده معناه ان لو حد سعل، لو حد عطس في مكان معين، الرذاذ ده بينتقل لمسافه متر او مترين وبيفضل موجود على الاسطح. لذلك احنا دايما بنقول يعني امسح الاسطح جيدا، ولو انت هتكح او تعطس اعطس في كوعك زي او في منديل، وتنتقل من مكان لمكان. النقطه اللي حضرتك قلتيها دي مهمه جدا، لما حد يجي يخش من مكان لمكان محتاج يسيب الجراثيم المكان في مكانه. يعني دايما بنقول لو انت داخل البيت سيب جراثيم الشارع في الشارع، ما تدخلش بيها البيت، شيل الحذاء بتاعك، كل ملابسك، لو معاك الموبايل اللابتوب، لو معاك اي حاجه نظفها كويس. اول ما تخش اغسل ايدك، اغسل وشك، ما تتعاملش مع حد كبير في السن. لو انت لسه بتشتغل مش working from home، يستحسن تعزل نفسك عن اي حد كبير في السن وعنده امراض نقص مناعه او امراض مزمنه. ده البريكوشنز. اكتر من كده مش محتاجين نعمل. الكمامه ملهاش لازمه الا اذا كان الشخص شاكك انه عنده برد او عنده اصابه او عنده اي اعراض. القفازات كذلك ملهاش اي لازمه الا اذا كان شخص بيشتغل في الميديكال كوميونتي. اذروايز يعني القفازات ممكن تجيب ضرر للايدين. احنا في الاخر بنلبسها ليه؟ بنلبسها عشان نحافظ على ايدينا ولا العدوى؟ القفازات بتحافظ على اليد، احنا مش محتاجين كده. ايدينا ممكن نعقمها، نغسلها، نعقمها. القفازات هنعقمها ازاي؟ فهي انا شايف يعني في كميه استخدام غير طبيعي للقفازات والكمامات في غير موضوع. خلينا نسيبها احسن للمستشفيات اللي حاليا بيعانوا نقص رهيب في القفازات وفي الكمامات، صحيح. مش لاقيينها. صحيح، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الدكتور اسلام عنان مدرب.